جمعية أطاك المغرب تقدم كتاب قروض صغرى اللي خرج بالنسخة العربية والنسخة الفرنسية. كاين برنامج تقديم الكتاب في مجموعة ديال المدن اللي متواجدة فيها المجموعات ديال الجمعية. اليوم كان تقديم في مدينة الدار البيضاء، بعد ما كان تقديم في مجموعة ورزازات وفي أكدز وفي سكورة. الغاية من هذا التقديم هو التعريف بالدراسة الميدانية اللي دارتها جمعية ديال الأطفال، فيها دراسة ميدانية اللي فيها استجوابات مع المقترضين والمقترضات، سواء اللي كانوا ضحايا او لا، اللي فعلا قدروا فعلا يديروا شي حاجه بهذه القروض، كيفاش كانت الاثار ديال هذه القروض على حياتهم، واش فعلا تم التغيير بشكل ايجابي الوضعيه ديالهم. كاين ايضا دراسه ديال هذه العقود، وهذيك العقود واش هي عقود في صالح هذوك المقترضين او لا عقود في صالح المؤسسات ديال القروض الصغرى، واش هي الثغرات القانونيه المتواجده فيها. ايضا كاين الدراسه تشمل واحد كتشمل نظرة حول التطور ديال نظام القروض الصغرى، سواء على المستوى الدولي او على المستوى المحلي، كيفاش تم التطور، كيفاش اصبح تمويل الاصغر او القروض الصغرى واحد المجال ولا واحد القطاع اللي كيستقطب الاستثمار الخاص، يعني واحد المجال ديال الربح السريع وديال معاكمة الثروة. من هذا سمينا الكتاب فقراء يمولون عالميا، لأن مشروع ديال القروض الصغرى هو واحد المشروع ينبني على أن الفقراء هما اللي كيمولوا هذاك المشروع، والمستثمرين فقط كيجيو كيعطوا سلوفات بالأموال ديالهم مقابل أرباح كيراكموها بشكل سريع على ظهر الفقراء، بدل من أن الدولة أنها تنبي لهم الخدمات الاجتماعية، فهم هذه القروض كيوجهوها أساسا نحو الاستهلاك. وهذه هي الخلاصة اللي استخلصتها جمعية ديال الأطفال، أن هذه القروض تتجه نحو الاستهلاك بدل هذاك الشيء اللي كتروج مؤسسات القروض الصغرى ديال القيام بمشاريع مديرة للدخل. في الواقع كيبين بان ما كاينينش مشاريع فعليه، الواقع هو تلبيه الحاجيات الاساسيه.